هاي. الزواج يعتبر من أهم المؤسسات بالعالم وموجود بكل الحضارات الإنسانية المعروفة. بالوقت اللي تعتبر في لاس فيغاس أهم وجهة للزواج، في 100 حالة طلاق بالولايات المتحدة كل ساعة. سيدة اسمها إريكا لاتور إيفيل تزوجت برج إيفيل سنة 2007، وامرأة سويدية تزوجت حائط برلين قبلها سنة 1979. زواج من عرق مختلف كان ممنوع بالولايات المتحدة من 1776 لل 1967. الأشخاص يلي بيسوقوا يومياً أكثر من 45 دقيقة معرضين يطلقوا أكثر من غيرهم بنسبة 40%، والأشخاص يلي بيعيشوا مع بعضهم قبل الزواج عندهم احتمال أعلى إنه يفترقوا من غيرهم. بإيران في قانون صدر سنة 2013 بيسمح للرجال إنه يتزوجوا بناتهم بالتبني لما يصيروا فوق 13 سنة. مين قال إنه لغاية 2015 كان في قانون بكوريا جنوبية بيعاقب جرم الخيانة الزوجية بالحبس؟ أنا قال. شوفكم بكره.